لو الحكاية فيها إن فيتو كلها عدل معاهم وشغالين معاهم دلوقتي، وهناك اجتماع مع السيد رئيس الوزراء عشان ندبر مصادر مساعدتهم في التمويل، لأن هم مشكلتهم مش إن هم مش عايزين، هم مشكلتهم الملاءة المالية. الملاءة المالية علشان أقدر أجيب له قرض أو أقدر أدخله في مشروع عندي، ملاءته المالية ما تسمحليش. الراجل عايز يشتغل لكن ضروري إن احنا نساعده. إن شاء الله اتفقت مع السيد رئيس الوزراء إن احنا هنقعد نفضل في هذه المشكلة، بحيث إن الكلام ده ممكن يخلص اللي فاضلين دول، يعني ممكن لأن دلوقتي احنا داخلين على موسم العصر هينتهي في مايو، وهيبقى الشركات واقفة، وده يتيح لنا إن احنا نتدخل بدون في خسارة في الإنتاج. ضروري تعرف كمان تتدخل إمتى وإيه اللي هتوقف الإنتاج هتخسره. فالأشهر دي ممكن نشتغل فيها. بعض في شركة ورق، والأهالي كل ما نطلعهم من الأرض اللي هتمر فيها الصرف بتاع قناة الصرف اللي بتودي الغابة الشجرية، بيروحوا جايين قاعدين فيها تاني، فشغالين مع السيد المحافظ ومدير الأمن في الحكاية دي. فعندنا بص يعني هي مش مشكلة فنية، لكن في الآخر هتلاقي اقتصادية واجتماعية. التكنولوجيا موجودة كويس؟ طبعا أهم بالنسبة لي، طبعا أهم حاجة اقتصادية، لأن دي صناعة بلدي. دي صناعة بلدي، وبعدين دي صناعة يا جماعة اللي بتطلع لنا السكر المدعوم. ولا احنا بنتكلم في إيه؟ لكن في نفس الوقت ده نهرنا اللي أهم حاجة بلدي. التوازن الدقيق ده ضروري كامل كويس؟ انت بتعمل وبتشتغل وبتقدم الدعم الفني وبتقدم الدعم المالي كويس، ولا تلجأ الى القانون بقى وقفل بتاع كده الا اذا كان في خطر داهم على الصحه، وده مش الحال، لان احنا قسنا الميه اللي نازله والميه نوعيتها ايه في نهر النيل. في الجنوب الحمد لله ان ما عندناش كثافه سكانيه ونشوف العمليه تمام، ولكن احنا بنقول ادي المشكله، ادي اللي احنا هنعملها، وادي الحاسبون عليه. في خطة، وسيادتكم طبعا كلكم عارفين، في خطة للدولة لإنقاذ نهر النيل زي ما سماها السيد المهندس محلب رئيس الوزراء، وإن وزارة الري تقود هذا العمل ويساهم معها بعض الوزارات. وزارة البيئة كان نصيبها إن احنا التلوث الصناعي، التلوث بالمخلفات السائلة الصناعية، وقسمناه لمجموعتين، تلوث مباشر على نهر النيل وتلوث غير مباشر على نهر النيل. يعني تلوث مباشر منها يعني منشاه بتصرف على النيل طوالي، وفي تلوث غير مباشر اللي هو تلوث على الترع اللي بيؤدي بعد كده لنهر النيل او المصارف اللي بتؤدي لكده للبحيرات او اطراف نهر النيل. فمقسمين كمان الاولويه الاولى للمباشر، عشان بس حضرتك تعرف ده مش نتاج الوضع اللي احنا فيه، ده مش نتاج وزاره واحده او وزير واحد، لا ده الوزاره شغاله عليه بقالها دلوقتي بتاع حوالي 7 سنين.